ومنها الإنترنت السريع DSL عادت إلى العمل بعد أشهر من التوقف. أما الأسباب فتقول أوجيرو أنها تعود إلى توقف الواردات المالية من قبل وزارة الاتصالات. وزيرته إلى أن أوجيرو لم تفتح الاشتراكات الجديدة للإنترنت السريع إلا بعد توجيه إنذار وتهديدهم باتخاذ إجراءات جزائية بحقهم. ديوان المحاسبة قال بظل هيدا الواقع بتتعاملوا مع هيئة أوجيرو على أساس الكلفة الفعلية. الكلفة الفعلية بتفرض علينا وعليهم أنه ندفع لهم على أساس يا فاتورة يا على أساس العقد ممضي من الفريقين، يعني نكون هن ماضيين والمورد ماضي. وهذا الشيء اللي ما كان عم بيقبلوا فيه وما كان عم بيتم، كانوا يبعثوا هن ليستة موردين بدون اي رقابه، قلنا لهم نتعامل معكم بند ببند، تبعتوا لنا مورد يعني طلب انه بدكم تشتروا اشياء، بنشوف اذا هذا الشيء في له حاجه بنبعث لكم المصاري، بس بدكم تبعتوا لنا فاتوره لان ديوان المحاسبه هيك بيقول. ما فيهم المورد ما بيقبل معهم يمضي كونترا اذا ما كان في اموال كافيه بصندوق اوجيرو. يعني احنا بنبعث لهم موردين يمضوا معهم باي بدون اي مشكل. هيدي حجه ما لها اساس. قلت معهم انه بيبعثوا لي مشروع الفاتوره، يعني بروفورما انفوس، يلي هي تلزم بالقليله على الاقل بتنزم المورد، يعني ما بده يطلع منها. على اساس البروفورما انفوس على انه انا اتاكد انه بعدين بيدفعوا له، مش انه بحول لهم المبالغ وبتضل عندهم بال يعني بكتسوها بالحسابات، بس يرجع الانتظام الطبيعي للدولة اللبنانية ما بعود في أي مشكل. هلا أكيد إذا هو مثل ما بده بيعمل وفاتح دولة على حسابه أكيد بده يتعذب ليأخذ المصريات. أوجيرو قدمت من ناحيتها وثائق تقول إنها تحمل الوزارة مسؤولية ما يحصل من تقصير في عملها بعد وقف التمويل عنها نتيجة فسخ العقود. هذا المستند العائد إلى شهر تموز من عام 2010 تضمن مطالبة بسيولة مالية للاستمرار في تقديم خدمات الإنترنت. الطلب عينه تكرر مرتين في الشهر الأول من عام 2011، كذلك في نيسان وأيار من العام نفسه، وغيرها من فترات لاحقة آخرها في كانون الأول الماضي. وفي هذا الشهر بدأت الحوالات المالية تتحول إلى حسابات أوجيرو بحسب هذه الوثيقة التي تظهر تحويل ما يزيد على مليوني دولار لشراء مودمز فقط، كما تحولت أموال أخرى في الثاني من الشهر عينه والثالث والعشرين، أي قبل عيد الميلاد ودخول البلاد في فترة الأعياد الطويلة. كل هذا بحسب أوجيرو أخر تقديم الخدمات للمستهلك اللبناني، وعطفت هذه المعطيات بوثيقة تظهر أن حجم المستحقات المالية لأوجيرو بلغ حتى أواخر عام 2011 ما يزيد على 90 مليار ليرة لبنانية نتيجة فسخ العقود معها وعدم تحويل الأموال اللازمة لها. وأرفقت هذه الوثيقة بجداول تفصل حجم المستحقات لكل مورد. صار في مراجعات كتير عديدة ونوع من فتاوى يعني لحتى نلاقي طريقة لا يندفع مصاري لأوجيرو لا تقوم بأمور حيوية. وبالتالي خلال سنة استنفدنا حقيقة كل شيء كنا بنملكه من تجهيزات. لما استلم معالي الوزير الأولى الصحناوي صار في إذا بدك مش لعقول، يعني مش يمكن ما يكون الأمور هي يعني ما صار في اجتماع إذا بدك مع أوجيرو بشكل، بس صار في نوع من يعني تواصل. لنقول شرحنا له فيه مع الوزير أنه الوضع بالفعل الوضع كتير سيء وبده حل حالي، واللي صار بنتيجة هالتواصل هيدا أنه عملنا دراسة شاملة لكل احتياجاتنا. الدراسة تحولت بأول شهر 12، اتصار فيه التمويل بعدها بأسبوعين، نحن اليوم بعدنا بشهر 1 2012، وبالتالي يعني شو عم نحكي؟ عم نحكي كلها العملية أخذت شهر شهر وأسبوع. دونك نحن فينا نقول العمل كان بشكل عن جد سرعته قياسية، بس كان ما فيك تعمل شيء من دون شيء. تأسف أنا يكون في هجوم على أوجيرو، بس ماني شايف لما بكون المعطيات هيدي هي ليش بده يكون في هجوم على أوجيرو. هلا بتأمل أنا ما يضل التمويل بهالطريقة، لأنه هذا تمويل متعب ومضني على بيسوى يكون في كونتريات مثل اللي كانت موجودة مع أوجيرو لحتى نحن نشتغل بطريقة طبيعية. أوجيرو تؤكد استمرارها في العمل على الرغم من السياسة المالية المتبعة معها، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين. باسل العريضي، قناة الجديد.